أكيد في جهود كبيرة قوي بتقوم بيها مصر لاستقبال قمة التغيرات المناخية COP27. لتفاصيل أكتر معانا الأستاذ محمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والوعي البيئي بوزارة البيئة. صباح الخير يا أستاذ محمد. يا صباح الخيرات يا فندم. طيب يا أستاذ محمد، في البداية عاوزين نعرف منكم يعني إيه اللي خلاكم يعني تختاروا المسابقة دي تحديدا، واخترتم الدرجات الخاصة بيها إزاي؟ طيب اولا صباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير استاذ هدير، صباح الخير استاذ احمد. اهلا بسيادتك يا فندم. يا اهلا بحضراتكم جميعا. حضراتكم عارفين العلاقه ما بين التلوث وتاثيره على الصحه العامه والنقل المستدام. نعم. علشان كده لما قررنا كوزاره بيئه بالتعاون مع الشركاء ان احنا نعلن عن مسابقه للمواطنين لرفع الوعي بقضايا المناخ، وتمهيدا لرفع الوعي بالمؤتمر COP27 اللي مصر هتستضيفه. فقلنا ان احنا نعمل مسابقه يكون الجوائز بتاعتها او المردود بتاعها يناسب اهداف الوزاره. نعم. فكان من اهداف الوزاره النقل المستدام، فتم اختيار الدراجات. نعم. ففي النقطه ديت ان شاء الله هيكون في كل شهر سؤال، والسؤال بسيط جدا، وبناء عليه هيبقى قصاده 100 دراجه في اخر الشهر. نعم. هيتم توزيعها. يعني هي مسابقه تشجيعيه تثقيفيه في المقام الاول. تثقيفيه توعويه في المقام الاول. نعم. ازاي من وجهه نظر حضرتك يا فندم ممكن موضوع قياده الدراجات ده يعني يساعد في مساله مكافحه تغير المناخ ورفع الوعي في مساله تغير المناخ؟ تمام يا فندم. احنا لينا اكتر من شق في هذه النقطة، لكن احنا هناخد الشق بتاع الدراجات. احنا بنقول تقليل ركوب السيارات او الاعتماد على وسائل النقل المستدام هتقلل الانبعاثات اللي خارجة من الوقود الاحفوري، وبالتالي هتقلل كميات التلوث. فيعني احنا عايزين ننشر ثقافة ان لو المشوار صغير ممكن نروحه بدراجة، فنقدر نقدر نتحرك في النمط دوت، نغير النمط السلوكي. المسابقة بتقتصر على فئة عمرية معينة؟ من 12 ل 40. من 12 ل 40 طيب حضرتك شايف يعني يا دكتور فكرة تغيير السلوك ده في الوقت الحالي لناس أصبح عندها نمط الحياة أو السلوك المعتاد مثلا هو ركوب وسائل المواصلات العادية التقليدية، بنتكلم على الأوتوبيس، بنتكلم على الميكروباص، بنتكلم على غيرها من وسائل النقل والمواصلات. فكرة اللي انت تغير ثقافة المجتمع أو ثقافة الشخص دلوقتي يعني بدل ما هو الوسيلة الخاصة به في النقل وسيلة المواصلات التقليدية تبقى الدراجة، أكيد في تحديات بتقابلوها، وهل تغيير نمط الحياة ده أمر سهل بالنسبة لكم؟ أكيد طبعا لا. يعني الموضوع هيلاقي صعوبات او هيلاقي اعتراضات من البعض، لكن خلينا نقول محافظه زي محافظه الوادي الجديد. نعم. معالي المحافظ البلد عدد السكان قليل، عدد العربيات قليل، ومع ذلك في التخطيط عامل طريق للدراجات. نعم. ده معناه ان في نمط سلوكي ممكن يتغير تدريجيا. وهو احنا في وزاره البيئه بنعمل على التدريج في تغيير النمط السلوكي، ومش بس الوادي الجديد، يعني هي فكره اغلب المحافظات والمدن الجديده دلوقتي فيها ممشى خاص بالدراجات، يعني في اكتوبر مثلا في الممشى السياحي في مسار خاص بالدراجات. ودوت اللي احنا بنعتمد عليه. في شريحه كبيره من المواطنين عندها استعداد انها تغير، وفي شريحه ثانيه محتاجه تفهم، فاحنا بنحاول نشرح ونفهم علشان نساعد بعض في التغيير. طيب استاذ محمد، مساله العمل الاستباقي لرفع الوعي بمشاكل تغير المناخ وتداعيات تغير المناخ، ازاي الوزاره بتشتغل على ده؟ طيب احنا بنشتغل على اكثر من محور، من ضمن المحاور اللي احنا بنتكلم فيه النهارده اللي هي المسابقه. في نفس التوقيتات ديت احنا عارفين ان المسابقه اونلاين مش هتقدر توصل لشرايح المجتمع كلها. فبنعتمد على الاعلام كمصدر زي حضراتكم كده، بتستضيفونا وبتوعوا المواطنين، ده جزء. الجزء الثاني احنا عندنا الفروع الاقليميه والمحميات الطبيعيه،
فرق التوعيه فيهم ابتدت من امبارح انها تنزل للمواطنين وبتبتدي توعي بقضايا المناخ المختلفه. وبالتالي المواطن اللي مش قادر يسجل زميلنا وهو موجود بيحاول يساعده ازاي يخش اونلاين ويسجل علشان يكون عنده فرصه في المكتب. العجل هنا حوافز، والحوافز بتجيب نتائج ايجابيه وبتساعدنا في الرفع الوعي. صحيح. طيب عاوزين نعرف برضو السادة المواطنين دلوقتي والمشاهدين ازاي يقدروا يشاركوا في هذه المسابقة، وهل يعني من خلال اونلاين بس ولا لو انا موجود في محافظة ما، ايه هي الوسيلة اللي انا اقدر اتبعها علشان اشارك في المسابقة؟ احنا هنقول ليه اونلاين. اونلاين علشان حضرتك السيستم كله بياخد الاسم البيانات كاملة، بعد ما البيانات السؤال بيطرح، السؤال بسيط جدا، سؤال ثلاث اجابات ما بين الاقواس، بعدين هو بيختار الاجابه صح. هو حلو. ممكن يدور ويعرف علشان دي الاجابه صح ولا الاجابه غلط. الاسئله كلها موضوعه من خبراء المناخ في الوزاره، الاداره المركزيه لتغير المناخ. طيب لو الاجابه صح بيتحط على اكسل شيت ونقول ان ده الجزء اللي حله صح، وبعد كده يبقى الاختيار الكتروني. نعم. عشان يبقى فيه شفافيه كامله وفرص كبيرة لكل ان هو يفوز. بس معلش هنا يا دكتور، يعني استاذ محمد عفوا، يعني عاوز اعرف من حضرتك كم سؤال لازم اجاوب عليهم، وهل في زمن محدد علشان اجاوب على السؤال ده؟ سؤال واحد يا فندم، بنطرحه في اول الشهر، في اخر الشهر هنعمل يعني الشهر دوت عندنا يوم 26 ساعة الارض. نعم. فهي ساعة كبيرة هنحتفل بيها وهنقول للناس احنا ليه بنطفي النور. في نفس الوقت على هامش الاحتفالية نعلن مين الفايزين، فبنربط الأحداث ببعضها علشان نرفع وعي أكبر. فالسؤال في أول الشهر الإجابة مفتوحة، في آخر الشهر بنتم وبنعلن عن الفايزين وبنوزع الجوائز. نعم. طيب استاذ محمد، عايز اسال حضرتك عن مبادرة اتحضر للأخضر، ويعني ما تحقق من خلالها منذ انطلاقها، واحنا بنتكلم عن التحول للاقتصاد الاخضر، واحنا بنتكلم عن تحسين وتهيئه البنيه التحتيه لمساله تغير المناخ. تمام يا فندم. مبادره التحضر الاخضر هي مبادره فخامه رئيس الجمهوريه، اطلقت من منذ نهايه 2019 الى الان، حققنا العديد من الاهداف. في جزء من الاهداف العليا الاقتصاديات، في متخصصين في الوزاره بيقدروا يتكلموا عنها، لكن في الجزء الخاص بالتوعيه والجزء الخاص بالتشجير احنا وصلنا ما يقارب من 500 الف شجره مثمره بالتعاون مع الشركاء. كان معانا شركاء كتير من المجتمع المدني، من المبادرين الشباب، قدرنا ان احنا نرفع الوعي باهميه الشجره، المحافظه عليها، ازاي المواطن يقدر يعمل عمليات المصاحبة لزراعة الشجرة من تسميد وري علشان يحافظ عليها أطول مدة. دوا جزء التشجير. جزء التوعية كان مرتبط بشكل كبير في الأزمة بتاعت كورونا، فكنا بنعمل أونلاين، فأطلقنا الصالون الثقافي. الصالون الثقافي كان بنستضيف خبراء البيئة وبنعمل على صفحة الوزارة، فبيبتدي الوعي بينتشر بالشكل ده. عظيم. أستاذ محمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والوعي البيئي بوزارة البيئة، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا فندم في صباح الخير يا مصر النهاردة.